Chapter 1 Part 2. المحاضرة اليوم راح نحكي عن الـ International System of Units اللي هي الـ SI Units. الـ SI Units احنا أكثر شيء راح نركز عليهم اللي هم راح نركز على اللينث الماس والتايم، هذول راح نحكي عليهم. التمبرتشر كمان راح نحكي عن التمبرتشر في هذا الشابتر، يعني في الشابتر اللي احنا فيه شابتر 1 راح نحكي عن هذول الاربعه. الاماونت اوف سبستنس بنحكي عنها في بالتفصيل، ممكن نحكي عنها شوي، ولكن اللي هي المول طبعا بنحكي عنها بالتفصيل بالشابترز القادمين. الان كمان بدنا نعرف البريفكسز، وهي مهمه جدا ان نعرفهم. اول شيء طبعا اللينث، بدنا نعرف ما هي الاس اي يونت، شو الاس اي يونت تبعت اللينث اللي هي المتر، الماس الكيلوغرام، التايم السكند، والتمبرتشر هي الكلفن. بدنا نعرف شو هم الاس اي يونت للتايم للتمبرتشر للماس لللينث، بدنا نعرف شو هم. يعني مثلا الاس اي يونت لللينث مش السنتيمتر او النانومتر، لا هي المتر. مثلا الاس اي يونت للماس ليست الجرام ولا المليغرام، هي كيلو كيلوغرام. فبدنا نحفظ هذول، يعني بعبارة أخرى كمان لازم نحفظ التيبل هذا كلياته. هذا كل التيبل مطلوب منا نحفظه. الميجا شو هي؟ يعني بنضرب في كم لما نحكي ميجا، زي مثلا بايت وميجا بايت. الكيلو نضرب في 10^3 زي مثلا جرام وكيلوغرام. الدي سي، السانتي، الملي، مايكرو، النانو والبيكو، كل هذول لازم نعرف القيم تبعتهم. وكمان بدنا نعرف السيمبولز تبعونهم، يعني الميجا كابيتال ام، الكيلو سمول كي، وهكذا. كل هذول لازم نعرف القيم تبعتهم. الملي والمايكرو هاي الام سمول ام عادية، وهاي اللي هي الميو، هاي اللي هي المايكرو اللي هي الإيتاليك إم. ليش هذا الحكي مهم؟ لأنه أحياناً بيجيب لي أسئلة في الامتحان، بيجيب لي مثلاً 5 كيلوغرام، مثلاً 6×10 جيجا مايكروغرام، بيجيب لي عدة وحدات، مثلاً وحدة قياس وزن طول شو ما كانت، وبحكي لي مثلا رتب هذول بناء على من اكبر لاصغر. اذا انا لازم اكون عارف شو هم الميجا، الكيلو، الدي سي. طبعا احنا بما انه الامتحان يعني اونلاين فهم امامي، المفروض اني اعرف كيف استخدمهم. اذا لازم نعرف كيف نحول بين هاي الوحدات، ولازم نعرف ما هم الاس اي يونتس ل الأربعة يونتس اللي احنا حكينا عنهم، هذول البيس كوانتيتيز. أسئلة زي هيك طبعا كثير سهلة ما بتيجي في الامتحان، بالذات لما يكون أونلاين. الإس آي يونت لللينث، حكينا اللينث بيكون بإيش؟ بالمتر. مثلا بدي أحول من 2.54 سنتيمتر، بدي أحولها لمتر. فالآن من سنتيمتر بدي احول لميتر. فالسانتي انا لازم اكون عارف انه ايش؟ 10^2. شو اختصار السانتي؟ اللي هي السي هاي. فانا ببساطة باجي بشيل السي اللي هون، هاي السي كمان مرة، هاي ها برجع السلايد اللي قبل، هاي السانتي اللي هي 10^2 اللي هي السيمبل تبعها سمول سي. فأنا هون السنتيمتر هاي بشيل السي بحط محلها ايش؟ 10^2. فأنا هيك حولت من سنتيمتر لمتر. طبعا التحويل من اليونت
من السمول من اليونت الصغيره زي من الان. انا لما رحت لما حولت من سنتيمتر لمتر، فانا حولت من يونت صغيره الى يونت اكبر. فلما احول من يونت صغيره الى يونت اكبر دائما بضرب في الاس السالب، اذا العكس لازم اضرب في الاس الموجب. يعني اذا بدي احول من متر الى سنتيمتر فهاي اليونت الكبير المتر بدي احوله لصغير، اي شيء كبير بدي احوله لصغير. بدي يعني مثلا عندنا مسطره طولها متر بدي احولها لسنتيمتر، معناته لازم اكيد اضرب في اس الموجب، فهون بدنا نضرب في 10 قوه 2 عشان تصير ايش سنتيمتر. يعني من صغير لكبير 10 قوه ناقص 2، العكس بدي اضرب في 10 قوه 2. فإذا هون التيبل هاي بعطيني لما يكون الصغار هي كلها، لما أحول لدي سي سانتي كل هذول اللي أصغر من اللي هم الأس السالب يعني، وهذول الثنتين اللي هم الأس الموجب. لكن بشكل عام التحويل من يونت صغيرة إلى يونت كبيرة بضرب في أس سالب، والتحويل من يونت كبير إلى يونت أصغر بضرب في أس موجب. يعني هاي مثلا ملي لتر للتر، فهي ضربنا في كم؟ 10 قوة ناقص 3 اللي هو الأس السالب. الملي 10 قوة ناقص 3 حسب الجدول، هياته ملي هيها 10 قوة ناقص 3. مثلا كيلو متر بدي أحولها لمتر. الآن الكيلو متر أكبر من المتر، فإذا لازم أضرب في أس موجب اللي هي هاي الألف اللي هي بتساوي كم؟ 10 قوة 3. النانو مثلا نانو جرام بدي احولها لجرام، فالنانو اصغر من النانو جرام اصغر من الجرام، فبضرب في 10 قوة ناقص 9 اللي هي نانو. هاي مثال عندنا مثلا مليون و130 الف متر، اذا بدي احولهم الى ميجا متر مثلا. فطبعا ممكن اكتب هاي بصيغه الساينتفك نوتيشن هاي القيمه. طبعا الفواصل هاي زي ما حكينا هاي ليست فاصله عشريه، الفاصله عشريه هيك بتكون نقطه، هاي بس فواصل بنحطها عاده احنا بين كل ثلاث ارقام بنحط فاصله، احيانا بعض الكتب بيستخدموها. اذا هون عندنا بدنا نحول هاي اول شيء ساينتفك نوتيشن، هاي حولناها 1.13 في 10 قوه 6 متر، بس يعني من هون لهون عبارة عن scientific notation التحويل. الآن 10 قوة 6 هاي بدنا نشيلها ونشوف هون اليونت المكافر لل 10 قوة 6 اللي هي ايش؟ الميجا. فشلنا ال 10 قوة 6 وحطينا محلها ايش؟ الكابيتال ام هاي. فصارت عندي هاي ال 10 قوة 6 هياتها حطينا محلها الكابيتال ام اللي هي ميجا. فإذا طبعا الميجا والكيلو هذول يعني ميجا مثلا مش بس للميجا بايت او الكيلو، مش بس للكيلو جرام او الكيلو متر، لا هم هذول بريفكس بركب على اي بيس كوانتيتي، ما عندنا اي مشكله. هاي بس قائمه اشمل اذا لزوت يعني، لكن المطلوب منا ان يعني نعرفهم كثير كويس اللي هم اللي في التيبل هذا الموجود هون. الان كمان من الكومن يونتس اللي احنا بنستخدمهم كثير مثلا، بس هذول نن اس اي، اذا اللي حكينا عنهم قبل شوي هم الاس اي يونت الستاندرد يونتس، هذول نن ستاندرد يونتس. مثلا اللينث احيانا بنستخدم الانجستروم اللي هي هاي رمزها الاي وفوقيها هاي الدويره الصغيره. الواحد انجستروم بيساوي 10 قوه ناقص 10 متر. الماس عندنا اليونت تبعته هي الاتوميك ماس يونت، مثلا هاي لما نحكي على ذرات وموليكيولز. التايم المينت الاور كلها بنعرف هذول، ال1 مينت بيساوي 60 سكند، وال
60 seconds وال1 hour بتساوي 60 minutes فبالتالي ال1 hour بتساوي 3600 second. يعني التحويلات هاي ضروري نكون راح يعني راح يلزمونا راح نشوف الآن عفوا في الأمثلة القادمة كيف بدنا نحول من يونت ليونت. ودائما هذول هذا الموضوع بيجي عليه أسئلة التحويل هاي. التمبريتشر طبعا راح نشوف كيف بدنا نحول من كلفن لدجري سلسيوس والعكس، والفوليوم مثلا اللتر هاي وحده كثير مستخدمه هي نان اس اي، لانه حكينا الاس اي يونت او اللي هي الدرايفد يونت هي المتر مكعب. راح نشوف هاي كمان راح نحكي عنها كمان شوي. هاي مثلا 1 لتر بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب. كل هاي العرقات راح نشوف كيف بدنا نستخدمها او كيف بدنا نسخرها عشان نعرف كيف نحول مثلا من كيلومتر في الساعة لمايل في الدقيقة مثلا. هاي التحويلات كلها راح نشوف كيف نعملها باستخدام هاي التابلز باستخدام هاي التحويلات. الآن اليونتس اللي في التابل هون تابل 1-4 هذول اللي هم الانجليش يونتس بسموهم. طبعا الاس اي يونتس هذول هم اللي هم الانترناشنال سيستم او احيانا بنسميه الفرنش سيستم، بينما هون هذا بنسميه الانجليش سيستم او الانجليش يونتس اللي هو الطول ناخذه بالانش او باليارد او بالمايل، الماس بالباوند او بالاونس، الفوليوم بالجالون او الكوارت. هذول عاده يعني في بيكونوا معطيين بالسؤال يعني كقيم، هذول مش مطلوب منا نعرفهم. اذا اجى عليهم سؤال تحويل مثلا حول من مايل لكيلومتر او من كيلومتر لمايل او حول من باوند لجرام، هذول بيكونوا عاده المعادلات هاي بيكونوا معطيين بالسؤال. اخذنا واحده منهم بمحاضره امبارح اللي هي كانت على الاكزاكت نمبرز. ايش احنا بنستخدم في المختبر الاربع يونتس هذول اللي هم اللينث والفوليوم والماس والتمبرتشر. اللينث الاس اي يونت تبعته هي المتر، لكن غالبا احنا في المختبرات بنستخدم السنتيمتر، ممكن كمان المليمتر. طبعا العلاقه بين السنتيمتر والمتر، اذا بدي احول زي ما حكينا سنتيمتر لمتر فانا بحول من صغير لكبير اذا بضرب بالاس السالب. كمان ممكن المليمتر، الملي كمان اذا بدي احولها لمتر فهاي كمان من صغير لكبير فبضرب بالاس السالب اللي هو 10 قوه ناقص 3. عندنا كمان وحده الدي سي متر، عندنا عفوا هي الكوانتيتي اللي هي الفوليوم. الفوليوم طبعا ما في اس اي يونت للفوليوم بس في اس اي يونت ل اللينث. فاللينث احنا حكينا الاس اي يونت تبعته هي المتر اللي هو هذا الطول. الان الفوليوم هو عباره عن متر في متر في متر، يعني الطول في العرض في الارتفاع بيعطيني الفوليوم. فاذا لينث تكعيب يعني الدايمنشنز او الاس اي ديرايفد يونت بنسميها للفوليوم هي المتر المكعب، متر في متر في متر. ليش؟ لانه اللينث الاس اي يونت تبعته متر. طبعا اكثر اليونتس المستخدمين في المختبر هم اللتر، ممكن الملي لتر اللي هي بتساوي السنتيمتر المكعب. هاي العلاقه لازم نتذكرها كويس لانه احيانا بتسهل علي كثير بالاسئله اللي تحويل بين سنتيمتر واللي سنتيمتر المكعب والملي لتر. العلاقة الأخرى المهمة اللي هي الـ 1 لتر، هاي كلها نعرفها المفروض، بتحول من لتر لملي لتر، اللتر كبير للملي لتر لوحدة أصغر فبضرب في الأس الموجب اللي هو 10 قوة 3.
اللتر كمان ممكن يساوي ديسيمتر، واحد ديسيمتر مكعب، يعني واحد لتر بيساوي واحد ديسيمتر مكعب. كمان هاي العلاقة ممكن نستخدمها في الأسئلة اللي هي تحويل ما بين الوحدات المختلفة للفوليوم. كل هذا الحكي رح ناخذه تطبيقات بالأسئلة ونشوف كيف عملية التحويل هاي بتتم. الـ SI unit للماس للوزن هي الكيلوغرام. الكيلوغرام طبعا المستخدم أكثر شيء في المختبر هو الجرام، فالكيلوغرام الواحد بيساوي 1000 جرام اللي هو 1 × 10³ يعني جرام حسب الجدول اللي شفناه، وكيلوغرام لجرام فأنا بحول من كبير لصغير فبضرب في الأس الموجب عفوا اللي هي 1 × 10³. طبعا الأكيد أنواع الموازين ما بهمناش كثير، هذا مثلا بنسميه توب لودينج بالانس، يعني حسب الموازين تختلف حسب الحساسية حسب الأكيرسي، يعني حسب كم سيجنيفيكانت فيجر أو كم خانة بعد الفاصلة بتكون الحساسية تبعت الميزان أكثر. يعني مثلا هذا الميزان خانة واحدة، مثلا الميزان هذا ممكن يكون 4 أو 5 أو أحيانا 3. أكثر وحدة مهمة اليونت هي التمبرتشر هون، ورح ناخذ الثلاث وحدات تبعون التمبرتشر المهمين عندنا الفهرنهايت، وحدة الفهرنهايت اللي هي أكثر شيء شائعة في اليو اس. على الفهرنهايت المي تتجمد على درجة حرارة 32 فهرنهايت وتغلي على درجة 212 فهرنهايت. الآن يعني هون إذا بدنا نشوف الفرق ما بين درجة التجمد اللي هي 32 إلى درجة الغليان، فالفرق بينهم 180 درجة، يعني 180 تقسيم هيك 180 وحدة على الميزان. طبعا على السلسيوس الديجري سلسيوس درجة الدرجة المئوية المي تتجمد على درجة حرارة صفر وتغلي على 100، يعني الفرق بينهم بيكون 100 ديجري وليس 180. هاي السلسيوس، إذا المي في السكيل تبع السلسيوس تتجمد على درجة حرارة صفر وتغلي على 100، فالتدريج بيكون 100 تدريج، 100 ديجري من الزيرو من الصفر هون درجة التجمد إلى درجة الغليان في عندي 100 ديجري، 100 تقسيمة. يعني الفهرنهايت بيكونوا كم حكينا؟ بيكونوا 180. عندنا طبعا الوحدة الأخيرة اللي هي وحدة الكلفن. طبعا الكلفن كمان بيكون التقسيم 100 ديجري، المية تتجمد على 273.15 كلفن وبتغلي على 373.15 كلفن، فالفرق بينهم التدريج 100 تدريج. الآن أحيانا بنسمع الجملة هاي absolute zero أو الصفر المطلق. الصفر المطلق هو درجة الحرارة الصفر على الكلفن، يعني هاي المية في بالكلفن المية بتتجمد على 273، لما ننقصها لصفر كلفن هذا بنسميه الصفر المطلق، وهاي أوطى درجة حرارة ممكن تكون في الطبيعة. هذا التدريج اللي هون ببين لي الفروقات، يعني هون مثلا هاي هذا التدريج كلفن الميزان الحرارة اللي هون، هذا سلسيوس وهذا فهرنهايت. هاي الخط المتقطع اللي هون هاي هي درجة تجمد الماء، والخط المتقطع اللي هون اللي هو درجة غليان الماء. لأن حكينا في الكلفن والسلسيوس في عندي 100 تدريج هون 100 degrees 100 درجة هون و100 درجة هون، بينما هون في الفهرنهايت عندي 180 تدريج. الآن التحويلات مطلوب أننا نعرف كيف نحول باستخدام العلاقة هاي، بإمكاني أحول من
degrees Celsius لفهرنهايت. يعني مثلا اذا اعطاني درجه حراره مثلا 100 degrees Celsius راح كان يحولها لفهرنهايت، باجي بحط هون 100، فهاي ال 100 degrees Celsius اضربها في 9 على 5 وزيد لها 32، بيطلع معانا كم درجه الحراره بالفهرنهايت. وطبعا اذا بدي احول من سلسيوس لفهرنهايت العكس شو بساوي؟ ببساطه نفس المعادله هاي، ولكن بنخلي المطلوب اللي هي، اذا هاي المعادله بنستخدمها لتحويل الدجري سلسيوس الى فهرنهايت باستخدام المعادله هاي. لان اذا العكس، اذا بدي احول من فهرنهايت الى سلسيوس، فشو بساوي؟ باجي باخذ 32 هاي بوديها على الطرف الاخر من المعادله، فصار عندي الفهرنهايت زائد 32 يساوي 9 على 5 في degrees Celsius. نعم، بدي اخلي degrees Celsius لحالها، فبنضرب الطرف كامل هون اللي بنحطها بين قوسين، وبنودي 9 على 5 على الجهة الثانية بالمعادلة، بتصير 5 على 9. فهيك بنكون حطينا الدجريز سلسيوس لحالها في جهة، وبإمكاني أحول من فهرنهايت، إذا كان معطيني فهرنهايت بإمكاني أحولها للدجريز سلسيوس. طبعا في علاقة كمان عندنا ما بين الكلفن والدجريز سلسيوس. الكلفن بيساوي الدجريز سلسيوس زائد 273.15. ونفس الشيء اذا بدي احول من، يعني هاي العلاقه، هاي المعادله بتحول لي من دجريز سلسيوس الى ايش؟ كلفن. لو حكى لي حول مثلا 50 درجه 50 دجريز سلسيوس، بعوض هون 50 بضيف لها 273، بصير عندي الحراره بايش؟ بالكلفن. اذا كان بدي احول من كلفن الى سلسيوس، فبخلي هاي ديجري سلسيوس لحالها في جهه، وبنودي ال 273.15 على الجهه الثانيه، فبتصير عندي الديجري سلسيوس بيساوي الكلفن ماينس 273.15. الان لاحظوا في عندي علاقه زي ما احنا شايفين بين الكلفن والديجري سلسيوس، والسلايد اللي قبله شفنا العلاقه ما بين الفهرنهايت والدجري سلسيوس، لكن ما في علاقة مباشرة بين الفهرنهايت والكلفن. لذلك ممكن أنا أستخدم المعادلتين هذول وأعمل علاقة بين الكلفن والفهرنهايت، أو بإمكاني أستخدم المعادلتين. خلينا نشوف مثال. السؤال بيحكي لي convert، حول 121 degrees Fahrenheit ل Celsius. فعندي أنا درجة الحرارة هيها المعادلة اللي أنا بدي إياها، إنه degrees Fahrenheit بتساوي 9 على 5 في degrees Celsius زائد 32. فالآن بدي درجة الحرارة بالسلسيوس، فبخلي السلسيوس لحالها في جهة، حكينا بنودي 32، هاي صارت الفهرنهايت ناقص 32، بعدين بنضرب هاي كلها، لازم نحط بين قوسين هون لا ننسى، بنحط القيمة هاي بين قوسين ونضربها في 5 على 9. فتعويض مباشر، 121 ناقص 32 اللي هي 121 اللي هي الحرارة بالفهرنهايت، ناقص 32 اللي هي جاي من المعادلة، ضرب 5 على 9، فبطلع عندي 49 دجريز سلسيوس. الآن إذا بدي أصعب هذا السؤال شوي، ما بسأل السؤال الجزء الأول منه، بسأل الجزء الثاني مباشرة. طبعا الجزء الثاني شو بيحكي لي؟ حول ال 121 فهرنهايت اللي هي نفس القيمة هاي لكلفن. فأنا الآن عشان أحول فهرنهايت لكلفن ما عندي علاقة جاهزة، فأول شيء شو لازم أعمل؟ باخذ الفهرنهايت بحولها لسلسيوس زي ما عملنا هون في هذا الجزء. فأول شيء فهرنهايت بنحولها لسلسيوس، وبعدين الدجري سلسيوس بنحولها لايش؟
لكل. إذا أول شيء 121 بنحولها ل سلسيوس بتطلع معانا 49 ديجريز. الآن هاي 49 السلسيوس بدنا نحولها لمين؟ لكلفن. عشان نحولها لكلفن ال 49 هاي بنزيد لها كم؟ 273.15، فبيطلع الإجابة كم؟ 322 كلفن. هاي كمان مثال بدنا نحول من كلفن لسلسيوس وكمان من كلفن لفهرنهايت، نفس الشيء كلفن والفهرنهايت ما في علاقة مباشرة بينهم، فالكلفن هاي حولناها لدجري سلسيوس. طبعا نلاحظ هون عندي الماينس، احنا حكينا انه التمبرتشر بالكلفن بيساوي تمبرتشر دجري سلسيوس زائد 273.15. الان انا بدي احول من كلفن لسلسيوس، فبخلي الدجري سلسيوس لحالها هون في هاي الجهة، وطبعا بنودي ال 273 على الجهة المقابلة. فإذا درجة الحرارة بالسلسيوس بتساوي درجة الحرارة بالكلفن ناقص 273، فهاي درجة الحرارة بالكلفن 77 ناقص 273 بيعطيني كم؟ ناقص 196. ننتبه للناقص هون، يعني هاي واحدة من الشغلات اللي الطلاب بيخربطوا فيها بالامتحان، وممكن يكون كمان بالمالتيبل تشويس يكون في موجب وسالب وأشياء زي هيك. الآن نحول إذا كان السؤال طالب مني تحويل كلفن لفهرنهايت، فإذا أول شيء الكلفن بحولها ل، طبعا هاي طبعا إحنا بنستخدم هاي اللي قبل لأنه هاي نفس الحرارة، هاي 77 هاي 77، 77 كلفن 77 كلفن، فأول شيء 77 كلفن بحولهم ل دجريز سلسيوس، وبعدين الدجريز سلسيوس بحولهم لفهرنهايت باستخدام هاي المعادلة. فبطلع معاي القيمة بالسالب، وكمان مرة ننتبه للسالب في المسائل هاي. هذا السؤال اللي عملوا عليه براكتس في البيت، هاي الإجابة تبعته بتكون إي. هذا السؤال بدنا نحول اللي هي 64.53 سلسيوس بدي أحولها لفهرنهايت. فمباشرة إذا نضرب، بنحط الدجري سلسيوس هون، هاي تي بالسلسيوس نضربها في 9 على 5 نجمع لها 32. إذا حكينا على الاس اي يونتس، وحكينا لما حكينا على وحدة الفوليوم حكينا الفوليوم، حكينا هاي اسمها الاس اي ديرايفد يونت، يعني الوحدات المشتقة من الستاندرد أو من الانترناشنال سيستم يونتس. من الوحدات المشتقة حكينا احنا مثلا أخذنا مثال اللي هو الفوليوم اللي هو عبارة عن طول في عرض في ارتفاع، فمتر في متر في متر. الاريا مثلا عبارة عن متر في متر، فوحدة الاريا اللي هي مشتقة derived من الاس اي يونتس هي متر تربيع. ليش بنسميها derived unit؟ لأنها مش موجودة بالتيبل الأولاني، أول تيبل اللي حكينا عنه اللي هم الـ SI units ما في متر تربيع ولا في متر تكعيب، في متر، فإحنا من المتر بنشتق الـ units اللي هي متصلة فيه. هاي مثلاً الـ area متر تربيع، الـ volume متر تكعيب، الـ density، إحنا كلنا بنعرف إنه الـ density بتساوي، والدنسيتي هاي من الشغلات المهمة بنركز عليها، الدنسيتي بتساوي ماس على الفوليوم. فالماس شو وحدتها؟ الاس اي يونت تبعتها كيلوغرام، والفوليوم ما لها وحدة، فنحكي انها اس اي ديرايفد يونت اللي هي متر تكعيب. فاذا الاس اي ديرايفد يونت للدنسيتي هي كيلوغرام على متر تكعيب. السبيد، السرعة، الاكسلريشن، كل هذول اس اي ديرايفد يونتس. ما
مثلا الـ SI derived unit للـ velocity اللي هي السرعة. السرعة عبارة عن distance على time، مسافة على الزمن، ووحدة المسافة هي متر الـ SI unit، ووحدة الزمن اللي هي السكند. الفوليوم زي ما حكينا هي طول في عرض في ارتفاع، فمتر في متر في متر بيعطيني متر تكعيب، فالفوليوم وحدته الـ SI derived unit هي متر تكعيب. في حدا عنده سؤال؟ لا دكتور، يعطيك العافية. طيب هاي أسئلة زي هيك بسيطة، يعني مثلا بيحكي لي ما هي الـ SI derived unit للـ acceleration، وبعطيني هنت بالسؤال، بيحكي لي الـ acceleration distance على time تربيع، فأنا كل ما هنالك عشان أجاوب بدي أعرف شو هي وحدة الـ distance الـ SI unit تبعت الـ distance اللي هي مسافة، فالمسافة وحدتها متر، والتايم تربيع احنا بنعرف من التيبل انه وحده الاس اي يونت للتايم سكند تربيع، معناته متر على سكند تربيع. هذا بسيط كثير. تحويلات الفوليوم هون عشان نسهل حل الاسئله، بدنا نعرف انه الواحد ملي لتر بيساوي واحد سنتيمتر مكعب، و الواحد لتر او عفوا الواحد دي سي متر مكعب هذا بيساوي واحد في عشرة قوة ناقص ثلاثة متر مكعب. طبعا الواحد دي سي متر مكعب حكينا شو بيساوي اصلا، بيساوي واحد لتر. فاذا واحد لتر، هاي العلاقة اللي أنا بدي إياها، واحد لتر بتساوي واحد في عشرة قوة ناقص ثلاثة متر مكعب، أو إذا بدي أخلي العلاقة هيك واحد متر مكعب بيساوي واحد في عشرة قوة ثلاث لتر. يعني المتر المكعب المي اللي هي بتيجي فيه فاتورة المي، المتر المكعب الواحد بيساوي ألف لتر، يعني ألف زجاجة من هذول اللتر اللي بنشتريهم من المحلات، ألف واحدة من هذول بيساوي متر مكعب، فالمتر المكعب كمية مي كبيرة مش سهلة. يعني الآن بدنا نعرف هاي العلاقة كويس اللي هي التحويل ما بين لتر ومتر مكعب، وبدنا نعرف كمان انه الملي لتر بيساوي سنتيمتر مكعب، وراح نشوف شو فائدة هاي التحويلات في المسائل اللي راح نحلها، اللي هو الحكي هذا اللي راح ناخذه بالدايمنشنال اناليسيس. الان في الدايمنشنال اناليسيس عادة احنا بنحول من وحدة لوحدة. خلينا ناخذ مثال بعدين نرجع لهذا القانون. سؤال بحكي لي انه المتوسط الاستهلاك الجلوكوز للشخص العادي هو بيكون 0.0833 باوند. الان ما هو هاي، شو الماس هاي، يعني وين يحول؟ بحكي لي حول هاي الماس الى ملي جرامز، وبعطيني العلاقه، بحكي لي انه الواحد باوند بيساوي جرام. فاذا انا الباوندز هاي اللي معطيني اياها ال بي اللي هي الباوند، بدي احولها اول شيء لايش؟ لجرام. حسب ايش؟ حسب العلاقه هاي. هاي العلاقه بتعطيني المعادله، هاي بتعطيني العلاقه ما بين الباوند والجرام، ولكن الاجابه المطلوبه بالملي جرام، فانا مجرد ما حولت الاجابه لجرام بضربها في 1000، لانه جرام لملي جرام من كبير لصغير، فبضربها في 1 في 10 قوه 3 بحولها لملي جرام. الآن اللي بيهمني الـ dimensional analysis هي المعادلة هاي، فأنا عندي بحكي 1 pound
واحد ال بي يعطيني أو يكافئ 453.6 جرام. خلينا نكتبها هاي. إذن هاي 1 LB حسب المعادلة هاي بيعطيني 453.6 جرام. أنا عندي كم باوند؟ عندي 0.0833 باوند. فإذا الـ 0.0833 باوند كم جرام بيعطوا؟ هذا هو الضرب التبادلي. الضرب التبادلي كثير مهم نعرف كيف نستخدمه، وبيدخل معنا في كثير حل مسائل يعني للتسهيل. يا اما بنحل بطريقه الضرب التبادلي، يا اما بنحل بالطريقه هاي هسه بنحكي عنها اللي هي الدايمنشنال اناليسيس 1 ستيب. فاذا هون في الضرب التبادلي بناخذ المعادله اللي عندنا هون، فبنحكي 1 باوند بيساوي 453.6 جرام، هاي جبناها من المعادله، هاي المعطاه. وبنيجي الان بنشوف شو اللي معطيني اياه، معطيني 0.0833 باوند، فهاي بعوض الباوند، طبعا بده يجي تحت الباوند، والجرام بده تيجي تحت، بده يجي تحت الجرام. فال 0.0833 هاي بدنا نحولها، بدنا نحطها تحت لانها باوند، بنحطها تحت الباوند. وبعدين بنعمل ضرب تبادلي، بنحط اكس هيك. شو يعني هاي الاكس؟ هاي بتعني لي انه الواحد البي او الواحد باوند هاي ضرب المجهول. سوري انا مش سهل التحكم في الماوس بالكتابة. ضرب المجهول، اذا هاي 1 باوند ضرب المجهول بيساوي، هاي معنى الضرب التبادلي، بيساوي الطرف الثاني اللي هو 0.0833 مضروب في 453.6. الآن خلي المجهول في طرف لحال، وهاي أصلاً واحد، نودي على الجهة الثانية ما بتغير شيء. فإذا نضرب 0.0833 في 453.6، فبطلع معي الإجابة بالجرام. إذا أنا حولت لجرام. الآن عملية التحويل هاي ممكن إني أعمل في يعني أعملها في خطوة واحدة فقط، اللي هي الآن فبنحكي من المعادلة هاي، فأنا أول شيء ببدأ في الباوند، فبحكي عندي 0.0833 باوند. فإذا 0.0833 باوند هي ال بي. الآن هاي تحولها لجرام. طبعا انا ما بستطيع اني احول لمليغرام مباشره، لانه ما في علاقه مباشره ما بين الباوند والمليغرام، في علاقه بين الباوند والجرام. فانا بستغل العلاقه هاي، بحول الباوند لجرام، وبعدين الجرام بحوله لمين؟ لمليغرام. فاذا اول شيء بدي احول باوند لجرام. فالان عشان احول باوند لجرام، فبضرب هاي ال 0.0833 بضربها في، لما ناخذ هاي العلاقه المعادله اللي هو معطيني اياها، هاي لو كتبنا هيك 1 باوند 1 ال بي مقسوم على 453.6، هاي كم بتساوي؟ طبعا 1 ال بي 453، لازم نحط الوحده جرام، هاي بتساوي 1. ولو جينا حكينا 453.6 جرام على 1 باوند 1 ال بي، هاي كمان بتساوي 1. ليش؟ لانه البسط بيساوي المقام، مش ال 1 باوند بيساوي 453.6 جرام. هاي اقسم البسط اللي هي ال بي على الجرام،
هذول متساويين القيمتين، هاي القيمة البسط يساوي المقام 1 باوند بيساوي 453، إذا كان البسط يساوي المقام فالقيمة بتساوي 1، هون نفس الشيء. الآن فبناخذ وحدة من هذول، هاي المعادلة، هاي أو هاي، وبنضربها في مين؟ في الـ 0.0833 باوند. الآن طبعا بما انه هاي الوحده الباوند موجوده في البسط فانا راح اختار هاي اللي هي ال 400. طبعا لاحظوا انا هاي القيمه اللي ضربت فيها ال 0.0833 قيمتها 1، قيمتها الفعليه 1، فانا اذا ما غيرت في الرقم اللي هو معطيني اياه. لكن ما اخترنا هاي لانه هاي الباوند ال بي هون في البسط والجرام في المقام، فأنا بدي بيكون ال بي هاي اللي هي الباوند بديها تكون في المقام عشان تشطب مع ال بي هاي، فلذلك اخترنا هاي العلاقة وحطيناها هون. فضربنا إذا ال 0.0833 هاي المعطاة، القيمة المعطاة عندي هون ضربناها في 453.6 على ال بي. إذا هاي هي العلاقة اللي بتحكي اللي نحكيها هون، إنه بحكي لي ال given unit هاي المعطاة بالسؤال بضربها في desired unit يعني اليونت المرغوب فيها اللي بدي اطلعها مقسومه على الجيفن يونت عشان الجيفن يونت مع الجيفن يونت يشطبوا مع بعض، فهاي جيفن يونت مع جيفن يونت شطبت، فبصفي عندي الوحده اللي انا بدي اياها. هذا اللي عملناه هون انه ضربنا في هاي القيمه عشان نشطب باوند مع باوند. لان هيك بنكون حولنا لما ضربنا في 453.6 بنكون حولنا ال بي مع ال بي شطبت، فبتصفي عندي الوحده ايش؟ جرام. الان هاي الجرام بدي احولها لملي جرام، فبضربها في كمان مره بدي احول جرام لملي جرام، فاذا بس بضرب في شو الديزايرد يونت؟ ملي جرام. وشو اليونت اللي انا عندي اياها الجيفن يونت؟ جرام. يعني انا بدي احول جرام، خلينا نشطب هذول، لا لو جينا على خلينا ناخذ ستيب باي ستيب. كم الساعة صارت؟ معلش بس خلينا نخلص المسألة هاي. عندي بوينت او 833 هاي لما نضربها في 453.6 هاي طلع معي كم؟ 37.78 جرام. فالآن هاي 37.78 جرام بدي أحولها لملي جرام، إذا صارت مسألة ثانية اللي هي عندي الوزن هاي بالجرام بدي أحولها لملي جرام. لكن هاي ببساطة ممكن أنا بعرف إنه العلاقة بين الجرام والملي جرام، الجرام هو وحدة أكبر من الملي جرام، والعلاقة بينهم 10^3 لأني أنا طبعا أس موجب، بدي احول من كبير لصغير فبضرب في 10^3، فبضرب هاي في 1000 فهي حولنا جرام لملي جرام. طبعا يا اما بضرب ب 1000 او بقسم على 10^-3 اللي هي نفس، يعني يا بضرب في 10^3 يا بقسم على 10^-3 نفس الشيء. طبعا هون هاي الوحده الان صارت عندي، اذا انا وحده الجرام اللي عندي الجرام اللي عندي هون هاي الناتج عندي جرام، الناتج بالجرام بدي احوله لملي جرام، فاذا بضرب في ملي جرام على جرام. طبعا القيمه هاي اللي انا بدي اضرب فيها لازم كمان قيمتها بتساوي 1، يعني 1 ملي جرام مقسوم على 1^10^-3 جرام هاي قيمتها بتساوي 1، فإذا هي كقيمة بتساوي 1، فهيك بكون حولت من جرام لملي جرام. أو بعمل كمان مرة ضرب تبادلي، كيف بدنا نعمل ضرب تبادلي؟ نفس الشيء بنحكي عنا كم حكينا إحنا، عندي 37.7 جرام فهاي بنحكي 37
فاصلة سبعة جرام، بدي أحولها إلى إيش؟ إلى ملي جرام. فشو العلاقة بين الجرام والملي جرام؟ ما في علاقة معطاة بالسؤال، لكن أنا بإمكاني أعمل علاقة زي هاي، إنه الواحد جرام بيساوي 1000 ملي جرام، يعني واحد جرام بيعطيني 1000 ملي جرام. فإذا 37.7 جرام بنحطها تحت هاي، كم ملي جرام فيها؟ طبعا أنا هيك بصعب بالموضوع بالتفصيل أكثر، ولكن هاي سهلة لأن كلنا بنعرفها، لكن إذا كانت وحدات ما بنتعامل معها كثير ممكن تكون فيها صعوبة، فيفضل نعمل هيك الضرب التبادلي. فأعمل ضرب تبادلي هيك، بنحسب نحكي 1 جرام في المجهول، إذا 1 جرام في المجهول بساوي 37.7 × 1000. هاي 1000. إذا هيك بنكون بنخلي طبعا المجهول اللي هي علامة الاستفهام في جهة، وإذا كان هذا رقم بنوديه على الجهة الثانية، فبطلع معاي الوحدة أو بطلع معاي القيمة بالملي جرام. آخر نقطة بدي أحكيها هون، اللي الكل ينتبه إنه، وهي نقطة كثير مهمة، ما حدا يبلش بالسيجنيفيكانت فيجرز في أسئلة زي هيك. يعني الآن عندنا تحويلات معينة، عادة أسئلة significant figures بيكون واضح من نص السؤال إنه بده شغل بالsignificant figures، فليس يعني ما بيكون يعني مش شطارة إني أنا أقعد أضيع وقتي في الامتحان، يعني مثلا سؤال زي هيك وأقعد أبلش أوكي هاي كم significant، هاي 3 significant figures ضرب 4 significant figure، كم الناتج، كم significant figure راح يطلع، ما بيهمني. يا طبعا متى بهتم للسيجنيفيكانت فيجرز؟ بهموني بالامتحان لما يكون اصلا السؤال بيسالني عن السيجنيفيكانت فيجرز، او بحكي لي اعمل راوندينج، او اذا كانت الاجابات المالتيبل تشويس يعني نفس الاجابات، يعني مثلا هون وين في ارقام عندنا هون مثلا نفس الاجابات بتلاقيهم قريبين على بعض، يعني هذول كل الاجابات مستحيل يكون فيهم يعني ماخذين بعين الاعتبار السيجنيفيكانت فيجرز، لكن مثلا لو كانت الاجابات اللي بدي اختار منها مثلا 67.85 والإجابة اللي وراها 67.8 والإجابة اللي وراها 67، فهيك لازم أنتبه إنه في significant figures، يعني لازم يعني بيكون indication إلي إنه أنا لازم أراعي significant figures. إذن أسئلة زي هيك بيكون الإجابات قريبة على بعض ممكن يكون فيها significant figures، أو نص السؤال بيحكي لي على significant figures، غير هيك مش شطارة إني أبلش بالsignificant figures لأني راح أضيع وقت على الفاضي في الامتحان. هيك بنكون يعني خلصنا الجزء، بنكمل طبعاً هيك أخذنا مثال واحد، المحاضرة الجاية راح نأخذ أمثلة متعددة على التحويلات، نشوف كيف، وهذول الأمثلة كثير مهمين وبيجوا عادة بيجي منهم في الامتحانات يعني. في حد عنده سؤال؟ مرحبا دكتور. هلا. بدي أسألك هلا.